حكم أدهم. هنكمل إن شاء الله باقي الفيديوهات اللي بدأنا فيها ونزلنا فيديو اللي هو ازاي مراجعة لأهم النقط من الأبر لمب. اتكلمنا امبارح على كام نقطة مهمة وعرفنا يعني ايه دول انرفيشن وايه العضلات اللي ليها دول انرفيشن او دبل نيرف سبلاي. هتكلم بقى ان شاء الله في الفيديو دوت على شوية تجميعات برضو كده خاصة بالنرفات والكلاف بيكتورال فاشيا والكلام ده. طيب لو بدأنا من الأول خالص، كان في أول حصة كان عندنا خدنا حاجة اسمها البيكتور ريجون. البيكتور ريجون ديت كان فيها ثلاث عضلات، واحدة اسمها بيكتوراليس ميجور وبيكتوراليس ماينور وسب كليفيس ماسل. فساعتها لما اتكلمنا على البيكتوراليس ميجور قلنا النيرف سبلاي ان ليها دول نيرف سبلاي، لانها بتتغذى بنيرف اسمه ميديال بيكتورال نيرف ونيرف تاني اسمه لاترال بيكتورال نيرف. يبقى دلوقتي اول مره الميديال بيكتورال نيرف اتذكر معانا ان هو بيغذي البيكتوراليس ميجور. وتاني حاجه برضو البيكتوراليس ماينور هي اصغر شويه من الميجور، وبالتالي هتتغذى بنيرف واحد مش الاثنين. بس كنا محتارين هل هي هتتغذى بالميديال بيكتورال ولا باللاترال بيكتورال. قلنا هي بيكتوراليس ماينور يبقى هتاخد الام، يبقى ام اند ام، يبقى هي ماينور فهتتغذى بالميديال بيكتورال نيرف. يبقى تاني يا شباب الميديال بيكتورال نيرف بيغذي البيكتوراليس ميجور وبيغذي معاه البيكتوراليس ماينور، انما البيكتوراليس ماينور لوحدها بتتغذى بالميديال بيكتورال نيرف مش بتتغذى باللاترال بيكتورال نيرف، عشان بتيجي في الامتحان كتير. طيب بالنسبه لللاترال بيكتورال نيرف هل بيغذي البيكتوراليس ماينور؟ لا، احنا قلنا البيكتوراليس ماينور بتغذى بنيرف واحد اللي هو الميديال بيكتورال نيرف. وحاجه تانيه برضو انا كنت بسالها عليكم اللي هو في المحاضرة الأولى كلمة ميديال بيكتورال نيرف اتذكرت مرتين، وكلمة لاترال بيكتورال نيرف برضو اتذكرت مرتين. الميديال بيكتورال نيرف اتذكرت مرتين مع العضلتين اللي هي بيكتوراليس ميجور وبيكتوراليس ماين. أما اللاترال بيكتورال نيرف اتذكر مرتين، أول واحدة اللي هو بيغذي البيكتوراليس ميجور، وتاني واحدة اللي هو بيخرم أو بيعمل بيرسنج لحاجة اسمها الكلافي بيكتورال فاشيا. وأنا كاتب لك أهو إن اللاترال هو اللي بيخرم مش الميديال بيكتورال نيرف اللي بيخرم الكلافي بيكتورال فاشيا. ساعتها حفظناها بكلمة كول وفان زائد ال، سي وفي اللي هو السفاليك فين، وإيه والأرتري اللي هو السراك الأكروميال أو الأكروميو سراسك، والاتنين ال واحدة الليمفاتكس والتاني كانت اللاترال بيكتورال نيرف. قلت لك برضه إن السفاليك فين أو الكفاليك فين هو اللي بيخرم الكلافي بيكتورال فاشيا مش البازيليك فين، يبقى السفاليك مش البازيليك. طب ليه بقول لك كده؟ لان البازيليك عدى عليك برضو في المنهج اما اخدته الفينز في الاخر، فالسفاليك يعني الى حد ما عكس البازيليك شويه، فهو ممكن يجيب لك الاثنين في الاختيارات، فالكلام ده مش صح، البازيليك غلط. طيب الكلافي بيكتورال فاشيا علشان نعملها، لو فاكرين كنا احنا بنرسم هنا كده من جنب البيكتوراليس ميجور، وقلت عشان اشوف الفاشيا بنشيل البيكتوراليس ميجور او بتبقى ديب ليها. كنا اول حاجه بنشوف الكلافيكل، بعد كده بتعمل سبليتنج عشان تحط السب كليفيس ماسل، تكمل بعد كده تعمل سبليتنج عشان تحط البكتيراليس ماينور، بعد كده سسبنسور ليجامنت اوف اكزيلا، وفي الاخر خالص كانت حاجه اسمها الاكزيلاري فاشيا. يبقى عندنا هنا الكلافي بيكتورال فاشيا بتبقى ديب لمين؟ للبكتيراليس ميجور. ممكن تيجي ام سي كيو يقول لك الكلافي بيكتورال فاشيا ديب لانهي عضله؟ البكتيراليس ميجور. طيب دي بقى سهله وزينا من كتر ما قررناها، ان العضلات اللي ماسكه في حته اسمها البايسيبيتال جروف. ايه هي البايسيبيتال جروف؟ الهيومرس الهيد بتاعتها كان فيها حتتين كده بروزين، واحد صغير اسمه ليسر تيبرس وواحد كبير اسمه جريتر تيبرس، خلقوا ما بينهم كده زي تانل او زي حاجه نازله كده اسمها البايسيبيتال جروف. وطبعا هي جروف لانها نازله داخله لجوه شويه، وليه سميناها بايسيبيتال؟ لان زي ما احنا عارفين ان بيمشي جواها اللونج هيد بتاعت البايسبس. طيب الجروف دوت هفترض ان هو شبه الجبل، فيه حتتين كبار وحته في النص كده ارضيه، واحده ناحيه جوه واحده ناحيه بره وارضيه. اللي جوه بنسميها الميديال ليب اوف بايسيبيتال جروف اوف هيومرس، واللي بره لاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف اوف هيومرس، واللي في النص هي الفلور بتاعه البايسيبيتال جروف. قلنا بنقول عليها ميجور وميجور وبينها مدورسات. العضله اللي ماسكه جوه هي التيرس ميجور، في اللاترال ليب هي البكتوراليس ميجور، وفي النص او الفلور اللي هتسمس دورساي. اللي بيميز العضلات دولت ان كلهم بيشتركوا في نفس الاكشن اللي هو ادكشن وميديال روتيشن. وبعد كده لو العضله من الثلاثه دول موجوده قدام هتعمل فليكشن اللي هي البكتوراليس ميجور بس، ولو موجوده ورا هتعمل اكستنشن اللي هو الاثنين التانيين اللي هو التيرس ميجور واللاتسمس دورساي. فقلنا الماسلز اتاتش للبايسيبيتال جروف بتعمل ادكشن وبتعمل ميديال روتيشن، ده مشترك فيهم كلهم. وطبعا في عضله كانت بتعمل الاثنين دولت لوحدهم، فاكرين مين؟ السابسكابيلاريس ماسل. طيب ان اديشن تو البكتوراليس ميجور بتعمل فليكشن، واللاتسمس دورساي والتيرس ميجور الاثنين دولت بيعملوا ايه؟ بيعملوا اكستنشن. طيب عندنا حاجه اسمها الانفيرتد في شيب، فاكرين الانفيرتد في شيب؟ تعالوا كده افكركم بيه. لو طلعنا كده على 3 دي ايه هو الانفيرتد في شيب؟ ده كده الراجل من قدام هجيبه كده وهبص من ورا. الانفيرتد في شيب هو الحته دي، اشيل بس ديت سنه كده. الانفيرتد في شيب هو الجزء اللي انا مشاور عليه ده، هو عباره عن ثلاث عضمات مع بعض. العظمه اللي موجوده قدام ديت طبعا الكلافيكل، والعظمه اللي موجوده ورا ديت طبعا السباين لان دي تبع السكابيول، والحته اللي ما بين الاثنين ما بين الارتباط اللي بيحصل هنا ما بين السكابيول وما بين الكلافيكل بيبقى فيه بروز هنا اسمه الاكروميوم بروز.
يبقى عندنا الفي شيب عباره عن 3 عظمات، قدام الكلافيكل، ورا الاسكابيولا، وفي النص هنا او اللي في الجنب هنا مين؟ الاكرامين. طيب ايه المشكله في كده؟ لو بصيت المفروض الحدود بتاعت ده شبه حرف الفي بس مقلوب شويه، فبنقول عليه انفيرتد في شيب. بيبقى في حاجه عضلتين مهمين، عضله ماسكه فيه من جوه اللي انا لسه شايلها، وعضله ماسكه فيه من بره. طيب العضله اللي ماسكه فيه من جوه ديت، تعالى طيب نشوف الماسكه من بره الاول. العضله اللي ماسكه من بره طبعا زي ما احنا عارفين ديت الدلتويد، اهي اللي واخده الكتف كله، وفيها 3 اهو الانتيرور والميدل والبوستير فايبر، فبتبقى واخده من الجزء الخارجي الاوتسايد بتاع الانفيرتد في شيب. فلو عايز اوصف دي انهي حته من الكلافيكل، الانتير بوردر بتاع الكلافيكل. طب انهي حته من الاكروميوم، اللاترال او الاوتر، ودي انهي حته من السباين، الجزء اللي ورا من السباين. وبالتالي الدلتويد بتلاقيها واخده من بره، بس واخده كاوريجن ولا انسيرشن؟ كاوريجن. يبقى الاوريجن بتاع الدلتويد بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الاوتر سيرفيس بتاع الانفيرتد في شيب. ايه هو الانفيرتد في شيب؟ هو عباره عن الكلافيكل والاكروميوم والسباين. بيبقى الاوتر بوردر يعني الكلافيكل من قدام والسباين من ورا، والحته ديت اللي هي الاكروميوم من ناحيه اللاترال. ده بالنسبه لو ببص كاوريجن، تمام، مش انسيرشن. انما العضله فاكرين ديت مين دي؟ لو ببص من ورا ديت مين دي؟ الترابيزيس. الترابيزيس بقى كانت عامله انسيرشن في الانفيرتد في شيب بس من جوه. يعني لو بصيت كده، لو بصيت كده هتلاقي ان دوت كده انا كده من قدام، تمام. فالحته ديت دي مين؟ الكلف. واللي ورا دوت السباين، واللي في الجنب دوت المفروض اللي هو الاكروميوم بروس. فهي ماسكه من جوه، يبقى ماسكه في انهي حته من الكلف؟ لو كده قدام هي ماسكه في انهي؟ في البوستيريور سيرفيس بتاع الكلف. ماسكه انهي حته في الاكروميوم، الميديال ولا اللاترال؟ الميديال. ماسكه انهي حته في السباين؟ بيبقى الابر بوردر وناحيه قدام شويه من السباين، بس ماسكه فيه كانسرشن. يبقى الترابيزيس يبقى حاجتين ليهم علاقه بالانفيرتد في شيب، واحده ماسكه كاورجن، واحده ماسكه كانسرشن. ايه هو الانفيرتد في شيب؟ عباره عن 3 عظمات، الكلافيكل، الاكرومين، والسباين بتاع الاسكابيوم. اللي ماسكه فيه كاورجن هي الدلتويد وماسكه من بره، واللي ماسكه فيه كانسرشن هي مين؟ هي الترابيزيس وماسكه فيه من جوه. تمام كده؟ تمام. طيب نرجع بقى نقرا الكلام المكتوب على الجزئيه ديت. هتلاقيني بقول لك هنا ان الانفيرتد في شيب، الانفيرتد في شيب دوت بيتكون من 3 عظمات، اهو الانفيرتد في شيب بيتكون من الكلافيكل وبيتكون من الاكرومين وبيتكون بالسباين. هو انسيرشن للترابيزس من جوه فروم انسايد، واوريجن للدلتويد فروم ايه؟ فروم اوتسايد. جميل. طيب شويه حاجات كانت ليها علاقه بالنيرفات شويه والنيرف انجز. كنا بنقول ان النيرف اللي بيغذي الترابيزس كان ليها 2 نيرف، واحد موتور واحد سنسوري. الموتور كان اسمه سباينال اكسسوري نيرف، وال ده الموتور، والسنسور كان اسمه بروبريوسبشن من C3 وC4. قلنا ساعتها السباينال اكسسوري لو حصل فيه انجري هيحصل عندنا حاجتين مهمين، حاجه اسمها شولدر دروب ولوسلي نيكس لوب. تعالى نفهم الكلام ده. انا عندنا الترابيزس، لو انا ببص من ورا كده وعلى ظهر الشخص ده، فتلاقي الترابيزس جايه بالشكل ده كده، هي اللي عامله اللفه بتاعه الرقبه، يعني هي اللي عامله السلوب بتاع النك. فتلقائي اللي انا لما هفقدها حته السلوب، حته اللفه ديت هفقدها، فتلاقي اكن الرقبه نازله بزاويه قايمه كده. دي اول نقطه. وتاني نقطة برضو بيقول لك انها هتعمل شولدر دروب، هتلاقي ان الشولدر بدأ ينزل شوية، هتلاقي ان الفايبر بتاعت اللي بتشتغل بتعمل الفيشن بدأت ما يوصلهاش النرف، فلا مش هتشتغل، فتلاقي الشولدر بينزل. وهنا واجب التنويه بالحاجة مهمة قوي، ان عندنا حاجة اسمها شولدر دروب وحاجة اسمها فلات شولدر، عشان بتتلخبطوا كتير وبتيجي في الامتحان. لو قال لك فلات شولدر يبقى ده المسؤول عنه الاكزيلري نرف انجري، انما شولدر دروب دوت مسؤول عنه مين؟ انجري في السباينال اكسسوري نرف. تمام. يبقى عندنا ده ليه علاقه كده بالترابيزس، يبقى شولدر دروب ومعاها لوسلي انكس لوب. طيب بيقول لك ذا اونلي ماسل ويز بلفيك اوريجن، وبتيجي في الامتحان كتير خالص شباب. العضله الوحيده اللي من الابر ليمب ليها علاقه باللور ليمب كاوريجن هي اللاتسماس دورساي. لان لو فاكرين اللاتسماس دورساي، يعني لو فاكرين الاوريجن بتاعها، كانت بتاخد من 5 مناطق، كانت بتاخد من السباين بتاع الفقرات من T7 لT12، وكانت بتاخد من اللور 3 اور 4 ريبس، وكانت بتاخد من السوراكو لامبر فاشيا، وكانت بتاخد من الانفيريور سيرفيس بتاع السكابيولا، وكان في جزء منها بينزل تحت في الالياك بون، بياخد في الحته اللي فوق اسمها الياك كريست، فاكرين؟ ايوه. والالياك كريست ان شاء الله اول ما تبداوا في اللور هتعرفوا انها تبع الهيب بون والعظم بتاع البلفس، وبالتالي من ضمن الاورجن بتاعها جزء تبع البلفس، فسميناها هي العضله الوحيده من الابر ليمب اللي ليها بلفيك اورجن. والسؤال ده مهم، وهي العضله هتبقى مين؟ اللاتسماس دورسال. طيب قلنا بقى حاجه ثانيه، ان احنا عشان نعرف الاكشن بتاع العضله المفروض ان احنا بنثبت الاورجن وبنسحب الانسرشن، فبنشوف الاكشن صح. ده بنسبه كبيره في العضلات، ما عدا نسبه قليله قلنا اثناء الكلايمبنج والسويمنج بيحصل العكس. لا، ده الانسرشن هو اللي بيبقى ثابت، وبنحرك الاورجن ناحيته، وبالتالي دوت كان من ضمن العضلات اللي بتشارك في كده طبعا البكتوراليس مش واللاتسماس دورساي الكلام ده. يبقى في حاله الكلايمبنج والسويمنج الانسرشن هو اللي بيبقى فيكسد او ثابت. طيب حاجه كمان بيقول لك السكند لاير اوف ماسلز اوف ذا باك، فاكرين السكند لاير بتاعه الماسلز بتاعه الباك اللي هم الليفيتور سكابيلي والرومبويدس ماينور والرومبويدس ميجور؟
فاكرين الانسيرشن بتاعهم بالراحه، ده كده هعتبر ده الميد لاين، واعتبر كده دي السكاب. لكن انا باصص عليها من قدام لان مش شايف السباين، بس هم كانوا من ضمن الباك يبقى ماسكين ورا، يبقى انا لازم ابقى في سباين. طب الانسيرشن بتاعهم كان فين؟ اول حاجه هو كان الناحيه دي، كان ناحيه الحته دي. طب الحته دي ناحيه جوه ولا بره؟ باعتبار ده الميد لاين، ناحيه جوه. تمام. طب ليه انا بقول لك كده؟ لان في عضلات ماسكه ناحيه بره وفي عضلات ماسكه على السكابل نفسها. طيب فقلنا اول حاجه عايزك توصف لي كده الثلاث عضلات دولت عباره عن ايه. طبعا هي اللي فوق ديت، اللي فوق خالص دي الفيتروس كابلي، دي الرومبويد سماينر، ودي الرومبويد سميشو. المكان هو انهي سيرفيس من السكابلا قدام ولا ورا؟ انا شايف السباين يبقى ورا، يبقى البوستيرور سيرفيس بتاع السكابلا. انهي بوردر، الميديال ولا اللاترال؟ ده خط النص دولت ناحيته، يبقى الميديال. يبقى البوستيرور سيرفيس بتاع السكابلا الميديال بوردر، واللاند مارك بتاع السباين. اول واحده فوق السباين، واحده عند الليفل بتاع السباين، واحده تحت السباين. تمام كده. يبقى عندنا السكند لاير بتاعت الماسلز بتاعت الباك اللي هي الفيتروس كابلي، رومبويد سماينر، رومبويد سميجر، كلهم بيعملوا انسرشن فين؟ في البوستيرور سيرفيس بتاع السكابلا، لان السباين باين وعند الميديال بوردر بتاعه مش ناحيه اللاترال. طيب حاجه كمان عندنا المسلز اوف ذا باك، هم الثلاثه اللي انا لسه قايلهم دولت، ومعاهم الترابيزس واللاتسمس دورسال. لو تفتكر ان كل الاورج بتاع العضلات دي كنا بنقول فيه ان العضله بتطلع من السباين بتاع الفقره من كذا لكذا، سباين من فقره كذا لكذا، قلناها في اربع عضلات منهم ما عدا واحده بس قلنا ترانسفيرس بروس. هفترض ان دي فقره من ضمن الفقرات عادي كده، بيبقى فيه بروس طالع منها لقدام وفي اتنين على الجنب كده. البروس اللي في النص دوت اسمه السباين، اللي في النص دوت السباين اللي هو النتوق الشوكي بتاعها، والاثنين اللي على الجنب دولت بيبقوا اسمهم ترانسفيرس بروسس، لانهم نتوقات طالعه من ناحيه الجنب، يبقى ترانسفيرس وطالعين بالعرض، يبقى اللي قدام ده اسمه سباين ودولت ترانسفيرس بروس. طيب لو تفتكر ان كل العضلات اللي قلتها، سواء الليفيتور سكابيلي، لا الليفيتور سكابيلي، الروميد سماين، الروميد سميجر، الترابيزس واللاتسمس دورساي، كلهم كنت بقول فيهم السباين بتاع الفقره من كذا لكذا. نجيب بالكلام اللي قلناه، قلنا في الترابيزس السباين بتاع سي 7 والسباين بتاع كل الثوراسك فيرتبر، قلنا عندنا لاتسمس دورساي السباين بتاع من تي 7 لتي 12، قلنا السباين بتاع الرومبويدس ماينور من سي 7 لتي 1، قلنا الرومبويدس بتاع الاورجن بتاع الرومبويدس ميجور كان السباين بتاع من تي 2 لتي 5. هي الوحيده اللي كان الكلام مختلف عنها شويه اللي هي الفيتروس كابري، كانت بتطلع من اللي في الجنب اللي هي بنقول عليها ترانسفيرس بروس، وطبعا بتاعت الفقرات من ايه؟ من سي 1 لسي 4. فبقول لك هنا كل المسلز بتاعت الباك الاورجن بتاعها بيطلع من السباين، تمام، ما عدا ان الفيتروس كابري بتطلع منين؟ بتطلع من الترانسفيرس بروس. طيب ده كده اهم النقط في السلايد ديت، واتمنى انها تبقى كويسه، وان شاء الله نكمل بقى باقي النقط في ايه؟ في فيديوهات جايه. ربنا معاكم يا رب وبالتوفيق.